بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رايحين نعمل مع بعض الآن خلطة صابونية رائعة لتفتيح الأماكن الداكنة وتوحيد لون الجسم. هي صابونة أو خلطة صابونية متواها النشا وعصير الليمون. رايحين ندخل مع بعض إن شاء الله مباشرة في مكونات وطريقة عمل هذه الخلطة الصابونية. المكونات عبارة عن صابونة طبيعية، صابونة كاملة طبيعية مبشورة. إذا لم يتوفر الصابون الطبيعي عندكم يمكن استبداله بصابونة دوف، أي نوع صابونة دوف متوفرة يمكن بشرها ناعم واستخدامها. نحتاج كذلك لفنجال ماء ورد، فنجال ماء ورد، ماء الورد، ونحتاج لكوب عصير الليمون، كوب عصير الليمون، ونحتاج لملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، يمكن استبداله بزيت الزيتون. نحتاج لأربع ملاعق كبيرة من النشا، نشا الذرة أو المايزينا، نشا الذرة الذي يستخدم للحلويات، نشا الذرة نحتاج إلى أربع ملاعق كبيرة، ونحتاج إلى بشر ليمونة واحدة، مبشور ليمونة واحدة. أولاً نأخذ بشر الصابونة ونضع عليها كوب ماء الورد وكوب عصير الليمون، نتركها لليلة كاملة حتى تذوب الصابونة تماما. وعندما تذوب الصابونة تماما ضعيها على نار هادئة مع التقليب، ثم أضيفي ملعقة زيت اللوز الحلو كبيرة أو زيت زيتون، ثم أضيفي النشا أربع ملاعق كبيرة مع الخلط المستمر حتى تنسجم كل المكونات مع الصابون تماما. أضيفي كذلك بعدها بشر الليمون مع التقليب على نار هادئة، ثم اتركيها تبرد قليلا وضعيها في إناء زجاجي مثل هذا. إناء زجاجي ضعي فيه الصابونة بعد ما تبرد، صابونة النشا والليمون، ثم ضعيها في الثلاجة، وقبل استخدامها أخرجيها بساعة من الثلاجة وضعيها على كامل الأماكن الداكنة بجسمك والجسم كله لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي جسمك بالماء الدافئ واستخدمي الليفة المغربية لإزالة الخلايا الميتة. يمكنك استخدام هذه الخلطة يوميا إذا كانت البشرة داكنة وغامقة جدا لمدة شهر، ثم استخدميها مرتين في الأسبوع وستتحصلين على نتائج مرضية إن شاء الله. تكون الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم. أتمنى الاشتراك في القناة وذلك لدعمي على إعطاء كل ما هو جديد ومفيد. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.